أهلا بكم. حدد مجلس النواب اليوم الأربعاء موعدا لجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن ما تزال الخلافات هي السائدة بين الكتل السنية. لم يتم حسم المرشح، وهو الحال ذاته مع قوى الإطار التنسيقي التي لم تحدد دعمها لأي مرشح. الخلافات السياسية ما بين القوى السنية ما زالت مستمرة بشأن منصب رئيس مجلس النواب، وكل كتلة لديها مرشح أو أكثر للمنصب، والحوارات متواصلة. الاعتقاد يسري بأن جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس الجديد ستكون حاسمة في تسمية الرئيس، وربما هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من جولة تصويت. القوى السياسية الشيعية منقسمة بشأن دعم أي شخص لرئاسة البرلمان، فكل كتلة سياسية شيعية لها رأي وتوجه بشأن دعم شخصيات محددة. بالمقابل لا يوجد إجماع شيعي على دعم شخصية محددة، لكن رأي القوى الشيعية سيكون عاملا مهما في تسمية رئيس البرلمان الجديد. قضية اختيار رئيس جديد للبرلمان شأن يخص القوى السياسية السنية، فهي المعنية باختيار من يمثلها لشغل هذا المنصب، وقوى الإطار تراقب نتائج مباحثات الكتل السنية. ويتنافس على رئاسة البرلمان 6 مرشحين، هم فلاح زيدان ومثنى السامرائي ومزاحم الخياط وعبد الكريم عطان، بالإضافة إلى سالم العيساوي وشعلان الكريمي.